بلدة خراب الشحم الحدودية. هذا حجم الدمار الذي خلفه المجرمون من عصابات الأسد حينما استهدفوا بيوت المدنيين العزل بقذائف الدبابات في ذكرى ميلاد الثورة في 18 آذار الذي اندلعت منها شرارة الثورة السورية، حيث تم تدمير هذه البيوت بشكل إجرامي وبشكل عنيف، وهذا البيت دمر بشكل كامل. من سرية الهجانة الحدودية، هذه السرية التي أمامنا بشكل طولي التي يشتبك معها عناصر لواء فجر الإسلام لتحريرها بعد أن قصفت البيوت المدنيين ودمرت بيوتهم، فهي لها لون كبير من الإجرام في دمار بلدة خراب الشحم واليادودة ومعظم القرى التي المحيطة بها، وتقصف على اللاجئين أثناء ذهابهم إلى الأردن، فدمرت بيوت هذه البلدة بهذا الشكل العنيف ودمر هذا المنزل بهذا بشكل كامل بما فيه. وهذا ليس غريبا وليس بعيدا عن عصابات الأسد المجرمة التي عمر الثورة والسنتان ولا تزال تدمر بيوت هذه القرى والمدن والبلدات في درعا بأكملها.